وقتونا ماشي للبيع يا حكام التطبيع 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 هنا لا ثم لا للتطبيع والهرولة لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة لا لا والكرام أرادوا من هذا الشعب أن يركع للصهاينة وأنتم تثبتون أننا نحن المسلمين لن نركع إلا لله لن نسجد إلا لله ولن نخضع إلا لله أرادوا للشعب المغربي أن يكون أن يستعبد من طرف الصهاينة من قتلة الأطفال والنساء من مغتصبي أرض المقدس أرض الرباط وهو الشعب المغربي كيخرج كيعبر عن استنكاره وتنديده بهذه الخيانة وبهذه الجريمة الشنعاء التي لن يغفرها لهؤلاء التاريخ المغاربة عبر التاريخ جدودنا بدلوا الدماء ديالهم بدلوا الأنفس ديالهم على أبواب المسجد الأقصى أقصانا أمانة والتطبيع خيانة أقصانا أمانة والتطبيع خيانة أقصانا أمانة والتطبيع خيانة والأقصى أمانة والتطبيع خيانة أقصانا أمانة والتطبيع خيانة قلت أجداد ديالنا بذلوا الأنفس ديالهم والدماء ديالهم عند المسجد الأقصى وهم كيحاربوا الصليبيين وكلنا كنعرفوا أنه كاين حي من الأحياء في القدس اسمه حي المغاربة وباب اسمه باب المغاربة ولكن ها نحن نشهد اليوم على خيانة وطعنة في ظهر الشهداء الشهداء اللي ضحوا بالأموال ديالهم وبالأنفس ديالهم من أجل ماذا؟ من أجل ماذا تباع القدس وتباع فلسطين؟ قدسنا ماشي للبيع يا حكام التطبيع 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 باش نعرفوا الحقيقة أن التطبيع ماشي جديد التطبيع مع الصهاينة قديم كان يتم تحت الطاولة وفي السر التطبيع السياسي والأمني والاقتصادي ولكن الآن خرجوه للعلن علاش؟ لأن بغوا الشعب بغوا المسلمين كلهم يخضعوا لليهود ولسياسة اليهود وبغاو هاد الإعلام ديالنا والتعليم والاقتصاد وكل من ملك يرجعوه اليهود التطبيع بغاو حنا الشعب نتبعو أبدا لن نطبع أبدا لن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لله هؤلاء الذين طبعوا مع الصهاينة هؤلاء الذين رضوا أن يوقعوا اتفاقات مع القتلة ديال الأطفال مع المحتلين ديال المسجد الأقصى هؤلاء خونة هؤلاء إلى مزبلة التاريخ هؤلاء سيفضحهم الأيام ستفضحهم الأيام لأننا الشعوب لن تتخلى عن فلسطين لا لا ثم لا للتطبيع
التطبيع والهرولة. لا لا ثم لا للتطبيع 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 والهرولة. لا لا ثم لا. قلت بغاو يمروا هاد الصفقة هادي مع واحد القضية اللي هي قضية مجمع عليها، قضية الصحراء، ولكن هم بتخطيط من الولايات المتحدة ومن الصهاينة استغلوا هذه القضية باش يمروا هذه الصفقة باش الشعب يسكت عليهم، ولكن لن نسكت على هذه الخيانة، والشعب سيسقطها عاجلا أو آجلا. الدماء ديال الشهداء في فلسطين ديال أحمد ياسين والرنتيسي والدرة وإيمان حجو وكل الأطفال اللي تقتلوا واللي تشردوا واللي مازال كنشهدوا يوميا المجازر ديال بني صهيون في حق سكان غزة من حصار وتجويع وتقتيل، هذا الأمر لن يذهب سدى. هذه الدماء ستكون لعنة، ستكون لعنة على هؤلاء الخوانة وعلى عملاء الصهاينة. وإحنا الشعب المغربي كباقي الشعوب سيأتي اليوم الذي نتوحد فيها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتحرر من الاستعباد اللي عايشينه في بلادنا، ونحرر القدس. أرأي لما تحررت البلاد ديالنا وبلاد المسلمين من الاستبداد ومن الاستعباد ما يمكنناش غادي نحرر القدس. فالطريق الأول هو أن نتحرر من قيود الإذلال وقيود الاستعباد في هذه البلاد وفي كل بلاد المسلمين، حتى تتحرر هذه الأمة ويولي لها العزة ديالها، ويتحقق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة على منهاج النبوة كما وعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر عاصفة لليهود ناسفة. الله أكبر عاصفة لليهود ناسفة. روحي يا روح على العهد وفيا. أيا أقصى لك منا تحية. ويا أقصى لك منا تحية. أيا أقصى لك منا تحية. ويا أقصى لك منا تحية. روحي يا روح على العهد وفيا. روحي يا روح على العهد وفيا. أحمد ياسين لك منا تحية. أحمد ياسين لك منا تحية. والرنتيسي لك منا تحية. والرنتيسي لك منا تحية. يا شهيد لك منا تحية. ويا شهيد لك منا تحية. روحي يا روح على العهد وفيا. روحي يا روح على العهد وفيا. روحي يا روح على العهد وفيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل موسى إلى فرعون لما طغى وجعل أمتنا خير أمة إن هي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر إذا فشاء، والصلاة والسلام على من جعل أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن بينهم الحسين الثائر في وجه يزيد الظالم الغاصب لحق الأمة في الشورى والحرية في اختيار الحاكم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين الذين دكوا عروش الطواغيت وسيروها في الغابرين. وبتحية الإسلام نحيي الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبها أيضا نحيي الغائبين المغيبين وراء زنازين الذل والهوان
من داخل أنظمة الجبن والطغيان. تحية لكل شهداء القضية الفلسطينية عبر التاريخ. اليوم نشارك في هذه الوقفة لنقول للنظام المخزني هيهات ثم هيهات أن تمرر علينا التطبيع على التطبيع. التطبيع كان سابقا وكان قادما في المراحل السابقة وفي العهود القديمة. اليوم ما ننقمه على الطبقة الشعبية أو على الجماهير الإسلامية هو محاولة التطبيع إن صح المصطلح اقتباسا من الضبع، كما يقال. وكأن الآن الشعوب العربية يحاول لها من طرف أنظمة الجبن وأنظمة الاستبداد أن تأكل مخ الضبع، وكما يقال في الأساطير التي يرويها أجدادنا والنساء في عالم السحر أن الرجل إذا أردت أن يسير لامرأته فيؤكل فتؤكله امرأته مخ الضبع. نقول للجماهير الشعبية أنا لا أخاطب المخزن لأنه قد توفي منذ أمد بعيد، وإنما أخاطب الجماهير الشعبية أن تستفيق وتستيقظ جيدا. إن هذا التطبيع الذي يمارس على الشعوب العربية بحيث أن كل شيء إذا أتى به المخزن تصفق له الجماهير، كل إنجازات المخزن صارت الآن أمام ذريعة كورونا تمرر ويصفق لها. نعم، لذلك احذروا، القضية الفلسطينية هي قضية أولى الأولويات. القضية فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. وفلسطين أمانة والتطبيع خيانة. وفلسطين أمانة والتطبيع خيانة. لذلك أيتها الجماهير ينبغي أن تستفيق لما يحاك لك. قضية فلسطين لا تقبل مساومة ولا تقبل تأويل المتأولين. فلسطين هي الدين، هي قبلة المسلمين الأولى، لا يمكن أن يفرط فيها أحد مهما كانت رتبته سواء السلطوية أو الدينية. لا تمرر بفتاوى ولا بمصالح ولا شيء، لأن عندما نتكلم عن المقدسات، المقدسات ثابتة لا تتغير، ولكن للأسف الشديد صار ما كان مقدسا بالأمس صار متغير اليوم عند المتأولين. هذه قضية. بالنسبة إلى قضية فلسطين، إذا تنازل الشعب المغربي وبقية الشعوب العربية عن فلسطين سنتنازل غدا عن وحدتنا الترابية، لأن الذين يتبشحون بأن في مصلحة التراب الوطني أن نطبع مع الكيان الصهيوني، نقول لهم غدا إذا طبعت الجزائر مع إسرائيل مقابل أن ينسحب المغرب من الصحراء صحرائنا المغربية، آنذاك سيقول بعض المتأولين مصلحة البلاد. لأن حذاري، لذلك على الجماهير الشعبية أن تستيقظ جيدا. التطبيع، إياكم والتطبيع. قدسونا ماشي للبيع يا حكام التطبيع. 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 ملاحظة، يعني لماذا الكيل بالمكيالين؟ نقول للسلطات دائما مهرجانات تقام من أجل قضية وحدتنا الترابية يصفق لها وفي زمن كورونا، ولكن إذا أقمنا وقفة احتجاجية على ما يسمى التطبيع تأتي القوى المخزنية لطردنا. إذا كان التجمهر ممنوع في المغرب فهو ممنوع في جميع الحالات، ليس حلال عليكم حرام علينا. رأينا تجمع في الصحراء 30,000، ورأينا تجمع في زيورين. لماذا لم يأتي تجمع الجماهير المسحوقة
لمناهضة ما يسمى بالتطبيع يرسل إلينا قوى القمع لتطردنا. هؤلاء الشباب الذين يشتغلون في قوى المخزن نحن نقول ليس لنا مشكل معهم، ولكن مع أصحاب الكراسي الناعمة الذين طبعوا وأرادوا أن يضبعوننا فوالله لنتضبع، لأننا لا نأكل مخ الضبع، فمخ الضبع في فقهنا حرام. والسلام عليكم ورحمة الله. بفضلك مولانا جود علينا وهلك من طغى والجبار علينا. بفضلك مولانا جود علينا وهلك من طغى والجبار علينا. بفضلك مولانا جود علينا وهلك من طغى والجبار علينا. أخوان قرأوا الفاتحة ترحم على شهداء الأمة كامل وخاصة فلسطين، ثم نختم ونصرف على أفضل العزائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله من الجميع.